تفضل يا ابو ريان. يا ربي الوفاده. معلش ابو ريان، غايته حق التصويت كلها ثنتين ولا هذه الوحده الوحده؟ انا جمعت الى الان، من بدايه الى الان. ابو ريان غايته التصويت راضين بما تقول؟ انا حقيقه ابدا بالفريق خلوهم، يعني حقيقه ما ادري، يمكن تزكيه او اميل لهم ما ادري، لكن اقوى ناس متابعه صح، حتى في التجاوب معك، ولكن درجاتهم اقل شيء، كل شيء قسمه ونصيب. اجمالي النقاط اللي عند الوفاده 9 نقاط، نقطتين او 3. السقايه كلها الى الان السقايه 13 نقطه، هذول كم؟ الرفاده 17 نقطه. الجمهور مع حق اليوم الى الان مع الان ايوه النقطتين محسوبه. جزاك الله خير. الفائزون اليوم مين الى الان؟ الى الان 1 2 3. احنا فايزين فيكم يا شيخ، ان شاء الله. ان شاء الله. هل يا شيخ بكره يعني قوله سبحانه وتعالى ما خطبكم ايها المرسلون، اللي هو هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين في الذاريات؟ نعم ان شاء الله. آية 24 الى 27. أخيراً أشرنا إليها كثيراً. ممكن يا شيخ إن كان هذا بكرة بعد ما نسمع الآيات نعرج نكمل ما بقي هنا سريعاً ثم نواصل الآيات ونكتفي بهذا القدر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. بارك الله فيك. موفقين إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. كان يبدو ان النقاط اللي عندنا اكثر، الفرق 6 نقاط عموما. انا ما عندي تفصيل في الجلسه بالحلقات. في واحده ما حسبتها انا حقت حفيه، ما ادري انا صراحه ما افتكر، لكن تدري كيف سوينا نحن؟ رجعنا لليوتيوب وسمعنا الحلقات. طيب الجمهور اخذناها كلها ترى، ما فينا جمهور الا 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 هذه كلها اخذناها احنا، ما حد اخذ عليها ابد الجمهور. انا مش عارف فين انتم الرفاده. الجمهور كلها ما حد اخذ عين الاول ابد. صحيح. وعندك الوفاده وعندك السقايه. اسالهم. متعاقبون مع السقايه فقط. اسالهم هذا الوفاده عندك والسقايه. هو لا شوف التعادل حسبه 0-0 هنا. صح؟ طيب ممكن تتاكدوا ونحن نتراجع. لا بسيطه شو اقول لكم؟ لكن اقول تاكدوا مره، ما عندنا مشكله لسه باقي في الوقت. 17. وانتم كم؟ 17 بكره جاوبوا، بدل عاد جاوبوا خلاص. من قال؟ يا شيخ؟ والله من جد. يقول لك انا احسن من ذلك. اي ما عليه. ما عليه. ما كان معهم الشيخ صراحه. اوه يلا يا جماعه. بينكم؟ ايوه بيننا بين السقايا. الان هنا صار 4 نقاط. جلسوا الشباب. يمكن هي في حلقه فاتت عليها. اي ماشي. اذا انتم متاكدين ان في نقطه معينه. اليوم كمان يقولوا كان في تصويت. وقفنا فيه، يعني احنا وقفنا التصويت. انا ايوه اخر تصويت ما صوت ما صوت صالح ايوه وقفناه هناك في السوشيال ميديا، قاموا نزلوا تصويت قلنا لا خلاص احنا وقفنا ترى، فما تحسب الاخير ذاك. ايوه لانه فاز فيه الرفاده برضه، فقالوا ما اعلنوا ترى نزلوا التصويت. ايوه 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 ايش الايه؟ ايش بك سلامات فين كنت؟ والله ما سمعت. ذاريات يراجع يجادل بعيده الا ترى صحيحه المراجعه. يا مخ يا مخ يا مخ في اللغه العربيه يقول لا تراجعني. لا طب دقيقه حقت حفظ حفيه حفظني. هذه والله ما اذكرها. سامة هذيك ابغاك تعال والله ابغاك والله هشام هيل شفت يا ابو ريان كيف فزنا في اكله سريعه؟ الغي التصويت، الوفاده موجودين. شوف امانه ما التفت كذا الا الاقيهم كذا ما شاء الله. جزاك الله خير. يعني اليمين واليسار ما من احد الا احيان يصيبوا ما يصيبوا، لكن ما شاء الله عليهم. جزاك الله خير. انا ابغى الفائده لما نستفيد على فريقكم. ماشي الخليل لما نستفيد. صدقه جاريه صدقه جاريه. لا بيتبرعون بول للوقف. الله نحن عندنا واحد في بيت الخليل ما يجي الا ينام بدر. بدر والله ما في حلقه الا بدر عنده وقف في بيت الخليل. اي والله يجيب كل شيء يجيبه.
حتى جمعان تلاقي صح في كل شيء، بيت الخليل ينام ما مسكين خلاص. لا لا جمعان شوف ما يرمش، جمعان ما عنده صوت في بيت الخليل مره ما ما شوف من ذيك ترى قبل ساعه زياده اللي يعزز هذا اللي يعزز في النهايه لاول يوم انا ما عززت انت اول حلقه اول ما قال اول حلقه قلت والله ما ايدها نشوف نشوف اليوتيوب اقسم بالله ما لا تقسم يا شيخ بس والله العظيم انها مفيده لا والله انها من احسن الفقرات والله في برنامج واحد مايك ايه وتكب الشاي يا عيال والله عيب بس والله مفيده ترى اوه انت فقط تحب براسك صح؟ تدرون اني ترى اللعب بعد ما يعني تعب عارف المفترض اني سند ليجار وعلني باء نسال الله يرضى والله الذي يعلم انت ما تعلمون محمد سجل مجلسك حفل الملائكه يا بخ اكيد بسم الله عنك كل ما فيما عنده جماعه والله حبايب دعواتكم ماشيين عندنا بروفا نحن مع الرفاده اقول تعال قولوا شو بروفا نقعد حالنا ها نقعد حالنا فين الشباب الوفاده؟ بكره بروفاتكم بكره فين بكره؟ بكره بروفاتكم ترى ما يوم قبل ترى ما ما صارت يا لا بنسوي نص بروف زي ما انت الشيخ الدكتور عيدة عيدة مع لغة العبرية مع خمس لغات ما شاء الله فارسية فارسية أنا سألتك شوي فارسية وفرنسية والعبرية الإنجليزية والعربية والإنجليزية والعربية يقول العربية شوي شوي العبرية وش إسرائيل والله إيه والله لغات إسرائيل المحتلة يقرأ الفارسية الفارسية إيه يقرا كتب اهل الكتاب والاناجيل ما شاء الله اي والله من خليه يعلمنا انت تقول متزوج اربع مجد وجغ الجغ ايش هو؟ لا لا امزح امزح بدوش؟ والله اليوم حشني يقول مثل الضرائر اي والله الصباح انا ابو احلى عبد الله فلما ذهب عن ابراهيم شباب صح صح الحسينان تعجبني لا انا اشوف مو مساله اني صح صح بس انا انقهر من نفسي لما ينتهي البث يطير النوم اي والله ما يطير الا التنشط تقوم يمشون عيال بالمنتجع كله ودي ايش فيك انت كانك تفترس ابغى ارقد ولا مشكله ابغى ارقد واوضع النوم ايش هذه؟ يعني هناك عليك لا 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 يا اخي جاني حرقان حبيبي يا جماعه والله شفت ما يبينا لعبه لعبه ايش بك نبي لعبه ثنتين اعطاني واحده لا ثنتين وش الثانية؟ واحدة ابراهيم سعودي ايوه والثانية؟ ثانية كم عددهم؟ سؤال يعني ما له دخل بالقصة لا ليش ليش انا قلت كذا؟ لان قلت كذا لا بعلمك انا ما احب اجادل الشيخ احتراما له لا لا مزح لا لا انا يعني انا في نظري يا سعد يعني اخجل اخذ واعطي مع واحد اعلم مني عرفت؟ الا اذا انا ويا الحالنا عن قصدك فانا قلت اللي انا قال اني ارى في اكرام الضيف عدم ما في اسراف إيه حق كم عددهم؟ ايه قلت خلنا اساله عجل اجي شكل الملائكه واجد اللي نازلين عليه اللي جو لا لا والله من جد سكران مضبوط عرفت ماسك الدائره ليه ما سالته ماسك الدائره عرفت كم عددهم يا شيخ قال والله ما كنت معهم حسيت اني نزلت تراب كذا غفر الله لشيخنا اللهم انا اقول ما احب اجادل الشيخ في لانه في مسجد ولا احب اللجه مع طلاب المشايخ اللي مثل ذولا لانه يعرف يرد عليك ويعرف ياخذ يعطي معك لكن اعرف في فريق مؤدب كم باقي درجه؟ كم باقي؟ صفر؟ احنا اربعه؟ ليش اربعه؟ لان كنا كذا يلا روح روح الله يوفقك روح لا هذا الوفاد هذا شبون جمعه مهدي حسين تعال ليش في؟ ها نجي اما دحين سريعه ما ادري ايش هي روح شكلها سريع اكله سريع خلصنا منها لا في اكله ما دام ابو تصويت مصطفى مصطفى طعم ريان اوه هذه فيها بوكاتشو شوف والله العظيم لا ينقص في الفريق درجه واحده ان ترصعكم واحد واحد فريق واحد فريق واحد لا 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 وش ايش استوديو ها ليش ما غير الساعه قبل تسجيل تسجيل ابو ريت طب روح تمام معه وعلمه والله جس طب علمه تعال يلا انك تمتثل الاوامر نسيته مع السلامه والله برا يا زلمه متغلي السياره الرفاده بروفات احنا شغل نحن
نشوفك والله ان شاء الله. يوفقكم ييسر اموركم يا رب. ايش في غير الزين؟ خلاص ومايكك رقت عيناي يعني ابو سعد ونخلص تحداك بسرعه بسرعه كلها نشيدين ما عاد عيال يا رب ايش السالفه؟ الله مشكله بلا ابراهيم اسال استاذ بدر علم بسيط استاذ بدر اليوم سال سؤال يقول يا اخي فيك مكلمتين بعد الفجر ايه بدر يقول كلمتين بعد الفجر ما في مدخل كويس يعني والله خبص بي خبص ابو كاتم بس الله يجزاك خير يعني لكن تحسب لك وش لا ادري مجنون بس ما انت ملزوم يعني شلون يا اخوي انت ها ما تحل سبه لا سبه والله الفجر ما حد ملزم ما حد مسح اذنك لا لا اخوي في احد يتكلم في الله لا لا والله يا اخي يا اخي رهبه الصلاه ترمي السؤال يا لا شوف لا انت تعرف يعني يا محمد ترى القيم مو كلام جاد مرحله احس انه بكسر الله بلانا بخبو جاده تضيع من بين اكثر الكلام عايش نجو الحين زياده ايش قاعد تقول اليوم بزياده انا اكثر شيء رفعني يا شيخ الصلوات تبي نسبه 70% من كلمات الصلوات دائما تكون مقننه ومركزه اي ما في مشكله احنا بنسوي كلمات يعني عاده بعد الصلاه سبحان الله قبل الساعه حلال الحين حرام لا اكثر من ساعه يعني قربها ثلاث دقيقة لا لا عرفت السؤال هذا؟ مع الفكرة عرفت السؤال هذا؟ مع الشيخ في بعض في الدرس الناس تنشب للشيخ كذا ايه السلام عليكم هلا هلا وش الجحل فوق راسك؟ سلام يا رجال وش الخيار؟ سلام عليكم سلام يا اخوي نادر ناقص كلال احمر يطلع كانك قبة اجلس 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 والله تقمل انا والله قبة اقول كانك السيارة الخضراء اجلس اجلس انطق انطق شوي اقول بصوت عالي يا قول بصوت عالي على هالصبح يا معاذ اقول بصوت عالي على هالصبح يا معاذ هو العراقي بس انه بصوتي اقول اقول على هالصبح بصوت عالي يا معاذ الجماز طلتك انا ولا هو مايكك طافي 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 ترك جلس على شاهي ترك جلس على شاهي لا 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 يا لا لا يا لا لا تقول انا شاعر وشيخ جو 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 انا شاعر وشيخ جو جو عضو سعاد القحطاني جيب جيب ليك زد از بدون بدون دعايات يا كمل موالي يا محمد عمر خلاص البرايم كمل وش راح وشاكم كل واحد يسطر اربع اربع سطور جميله نثرا انا لا تستهبل فاصرك اقص تعرف الكوف انا راح كوف يقول عليك امان الله الشيخ جنبك طيب يا سعيد سعيد مين؟ صح سعد سعيد العويران جاب هدف يقول يا سعد القحطاني شفت قايل لك ذاك القطو شغال مونتاج يطلع ويرجع تو قابلنا قبل شوي شفت محمد عمر والله نازل لا ما شفت احس انه مع فلاش شفتوه يا لحظه لحظه يا شباب يا شباب لحظه سالتوه سالناه على